من المستفيد من إشعال الحرائق في مناطق الشرعية البعيدة عن الصراع؟ ما خطورة استحضار الثارات الجنوبية القديمة؟ هل تصلح الشرعية علاقتها مع التحالف وتحدد موقفها؟ أم أن القرار لم يعد بيدها؟ أهلا بكم. قال الائتلاف الوطني الجنوبي إن ما شهدته محافظة شبوة وسقطرى من محاولات انقلاب مؤامرة جديدة تخدم الميليشيات الحوثية بحرف مسار المعركة الرئيسية لاستكمال إسقاط الانقلاب، وتهدف إلى تقويض الشرعية ونسف جهود التحالف. الائتلاف أدان التصعيد المستمر للتشكيلات العسكرية الموالية للإمارات في عدن وشبوة وسقطرى، والذي أدى إلى سقوط ضحايا وتسبب في إقلاق السكينة العامة وتعطيل بعض المصالح الحيوية وإلحاق الضرر بها. تواصل القوات الموالية للإمارات تصعيدها وتوسيع دائرة فوضاها، فبعد تطورات شبوة وسقطرى شهدت اليوم محافظة أبين مسقط رأس الرئيس هادي توترا عسكريا بين قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات وبين قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية هناك. مشهد ضبابي يتزامن مع تصاعد أصوات شعبية ورسمية بضرورة إصلاح ملف العلاقة بين الشرعية والتحالف، الملف الذي صار معلقا بين صمت الرئيس هادي وتماهي رئيس الوزراء كما وصفه الكثيرون، الذي قلل من خطورة ما يحدث على الأرض. العملية في بدايتها تهدف إلى هذه النهاية الكارثية من تلك البدايات الغامضة، مشهد مرتبك وأجندات متداخلة، معارك وصراعات داخل مربعات المناطق المحررة بعيدا عن المعركة الأساسية. انشغلت دولتا التحالف السعودية والإمارات في المناطق المحررة وتفرغتا لأجنداتهما التي لم تعد خفية، دفعتا الأموال وأنشأتا التشكيلات العسكرية والسياسية لامتلاك النفوذ والسيطرة على المناطق والمنشآت الحيوية بعيدا عن السلطة الشرعية للبلاد. كانت البدايات بالسيطرة على منشآت عدن وسواحل حضرموت والمهرة ومؤخرا في سقطرى وشبوة. دفعت الإمارات بأدرعها العسكرية المحلية للسيطرة على الموانئ والمنشآت الحيوية. عاشت المحافظتان خلال هذا الأسبوع ليالي صعبة، وكانتا على شفا الوقوع في مستنقع الفوضى والصراع الداخلي، ولا يزال ذلك ممكن الحدوث في الأيام المقبلة. تحركات الإمارات في المناطق المحررة تقول إنها تدفع باندلاع صراع جنوبي جنوبي وإشغال الشرعية بالفوضى التي تنشرها الأدوات الممولة من أبوظبي. أما السعودية فصمتها أقرب للتماهي منه إلى عدم الرضا عما يجري. يحدث كل هذا في المناطق المحررة بالتزامن مع تصاعد الأصوات الشعبية وبعض الأصوات الحكومية بضرورة تصحيح مسار العلاقة بين التحالف والشرعية ووضع حد لهذا التجريف. تصاعد هذا الصوت يقابله غياب تام للمؤسسات الرسمية. غاب صوت الرئيس هادي ومؤسسة الرئاسة، فيما ظهر رئيس الوزراء العائد من أول زيارة له لأبوظبي مقللا من خطورة ما يحدث في سقطرى وشبوة، واصفا التحذيرات بالتهويل الإعلامي غير المبرر، وهو ظهور ألقى بالكثير من الأسئلة حول الهدف من الزيارة ونتائجها. لم تنتهي التوترات، بل انتقلت لمربع آخر في عمق الشرعية. في محافظة أبين برز توتر جديد بين قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات وبين قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية. تدفع الإمارات هذه المرة بنشر الفوضى والصراع بعيدا عن عدن وتوسيع رقعة الصراع إلى محيط العاصمة المؤقتة، مستحضرة ثارات الصراع الجنوبي التاريخية لقضم ما تبقى من أراض وقوات للشرعية في الجنوب. فهل تتخذ الشرعية مواقف جريئة لتلافي السقوط الأخير؟ أم أن الوقت قد أزف؟ دعم الشرعية بقيادة المملكة. مجددا ترحب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم لي فيها هنا بالاستوديو الأستاذ ياسين تميمي المحلل السياسي. أهلا بك أستاذ ياسين. حياك الله أخي وجيه، تحية لك ولمشاهدي قناة بلقيس. حياكم الله، أهلا وسهلا. إذن أستاذ ياسين، توترات في حضرموت، توترات في شبوة سقطرى، اليوم أيضا في أبين، كيف تراقب كل ما يحدث في هذه المحافظات البعيدة عن مناطق الصراع مع ميليشيات الحوثي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الجميع يدرك اليوم أن يعني ما يحدث هو انقلاب كامل على السلطة الشرعية ومحاولة لفرض أمر واقع جديد باتباع نفس النهج تقريبا الذي رأيناه قبل أن يصل الحوثيون إلى صنعاء. هناك ذريعة معلنة وهي محاربة الإخوان المسلمين،
السلطة الشرعية ليست هدف لنا، أمامهم يعني لائحة أهداف هي إسقاط المحافظات، المرافق الحيوية، وضع اليد على الموارد الاقتصادية، ومن ثم يأتي جريفيث ويتعاطى معهم كأمر واقع. هذا مخطط إماراتي رسم بشكل مكشوف وواضح، وعندما يتم تثبيتهم كأمر واقع، كقوة أمر واقع، يصبح الانفصاليون في جهة والحوثيون في جهة، والسلطة الشرعية مجردة من الإمكانيات والموارد والنفوذ في جهة ثالثة، وبالتالي نحن أمام ثلاث قوى تتصارع. بالتأكيد القوى الانفصالية هي مأخوذة بحلم استعادة الدولة، وهذا الحلم لم يعد يتقاسمه الجنوبيون كما كان الأمر في السابق بعد تطورات كثيرة وضعت الدولة كلها تقريبا تحت تصرف الجنوبيين. وتبين من خلال تجارب المرحلة الماضية أن حلقة الصراع لا تزال تدور، وأن مسألة يعني الانسجام السياسي والاجتماعي بين مكونات المحافظات الجنوبية يعني مهدد بشكل كبير جدا، لأن الإمارات اختارت يعني مضت في الطريق التي مضت فيه إيران. إيران اختارت الحوثيين كعصابة طائفية من أجل وضع اليد على صنعاء، وبالتالي منحها فرصة للتحكم بعمق جغرافي كالعمق الجغرافي اليمني. كذلك الإمارات اختارت مجامع مسلحة من مناطق محددة في المحافظات الجنوبية. هذه المجامع المسلحة اليوم تفرض إرادتها على معظم مكونات الشعب الجنوبي، خلقت حالة من الانقسام داخل المكون الجنوبي، وبالتالي حلم الانفصال الذي يراه الجنوبيون فاتحة شر كبير جدا عليهم إذا ما مضى في إلى الأمام، لأن إذا قدر لهذا الانفصال أن يتم، فإن كل عوامل التأزيم والانقسام والاحتراب ستحضر دفعة واحدة، وستضع الجنوبيين جميعا أمام مرحلة أو أمام دورة عنف جديدة لا يعلم مداها إلا الله. لهذا حلم الانفصال لم يعد يتقاسمه الجنوبيون بشكل كامل، لا بالعكس، هناك اليوم جزء كبير من المكون الجنوبي بات يقف ضد هذه المشاريع والمخططات التخريبية التي تقودها الإمارات. طبعا الإمارات هي مدفوعة بحلم الاستيلاء على أرخبيل سقطرة، والاستيلاء أيضا على مناطق حيوية مثل باب المندب وموانئ رئيسية، وهي مستعدة لوضع هذه المناطق تحت تصرف المشروع الإقليمي الذي تقوده أو يقوده الكيان الصهيوني. لهذا هي تعمل كل ذلك، لأن خلفها ظاهر وهو هذا النفوذ العالمي اليوم الذي نراه يتداعى في حقيقة الأمر. يعني مؤشرات تداعي هذا النفوذ الدولي الذي دفع بالإمارات والمملكة العربية السعودية وغيرها أن يخربوا حلم يعني منطقة بكاملها في التغيير والتحول إلى الأفضل. هؤلاء أنا أعتقد أنهم اليوم أمام مهددات حقيقية. إذن نحن أمام محاولة إماراتية لدفع الجنوبيين إلى فرض خيار الانفصال، ومن ثم هي ستدفع بأبناء بما توفر لديها من أبناء سقطرة لفرض خيار الانفصال. هذا هو هدف الإمارات الحقيقية. بعدين نأتي إلى المملكة العربية السعودية. ما هو موقفها يعني في نهاية المطاف هناك تحالف دخل بأهداف، الكثير يتحدث على تغير هذه الأهداف، هل وهناك من يطرح يعني علامات استفهام حول موقف المملكة العربية السعودية، هل هي تلعب أو تتبادل الأدوار مع الإمارات أم أنها يعني تتنافس مع الإمارات؟ هي جميعها، كل هذه الأمور تحضر جميعا في الموقف السعودي، مما يجعله ملتبس إلى حد كبير. أنت لا تدري هل السعودية تؤيد التحركات الإماراتية في سقطرة، أم وهل تؤيد توجه الإمارات لإنشاء كيانات مسلحة خارج نطاق الدولة، هل هي ضد هذا التصرف أم لا. لكن في حقيقة الأمر هناك تنافس وهناك قلق سعودي من إمكانية أن تصبح الإمارات هي المحرك الأساسي للأحداث في اليمن. لهذا تعمل على لجم هذا الطموح الإماراتي عبر ترك هذه المساحة من الحرية أمام السياسيين والناشطين المتواجدين في الرياض لمهاجمة الإمارات. الإمارات تدرك ذلك أيضا، ولكن أيضا هل السعودية تختلف مع الإمارات في الغاية النهائية وهو تحقيق مصالح جيوسياسية في الجغرافيا اليمنية؟ لا، بدليل أن المملكة العربية السعودية اليوم تتواجد
تتواجد في محافظة المهرة بشكل غير مبرر. يعني هي في الوقت الذي تدافع عن وادي حضرموت حيث يتواجد الجيش الوطني الموالي للسلطة الشرعية وتمنع الانفصاليين مدعومين من الإمارات من الوصول إلى وادي حضرموت، هي أيضا تفسح المجال أمام الإمارات والقوات التابعة لها للتصرف في المكلا وفي عدن وفي أبين وفي سقطرى إلى آخره إلى آخره. إذن السعودية تواجدها العسكري المبالغ فيه في المهرة يجعلها تلتقي مع الإمارات حول هدف تفكيك الدولة اليمنية وإضعافها، وبالتالي تقاسم تركة هذه الدولة والاستحواذ على تركة هذه الدولة. لكن ما أراه أنا كمراقب طيلة الفترة الماضية هو أن المملكة العربية السعودية يعني دائما أبقت على مسافة بين الخطر الإماراتي الذي يهدد السلطة الشرعية وبين هذه السلطة الشرعية، لكن أبقت أيضا على ضعف السلطة الشرعية في مستواه، وخدمت الإمارات من خلال إبقاء الرئيس عبد الرب منصور هادي في الرياض وكبار رموز السلطة الشرعية، وأعطت الإمارات أيضا مساحة للتصرف في المناطق التي تعتبر يعني مجازا مناطق محررة. إذن هي أمسكت العصا من المنتصف، فلا هي لجمت الإمارات عن هذه التحركات التي تضعف الدولة، وأيضا تعطي انطباع بأن هذا التحالف لم يأتي لنصرة الدولة اليمنية بل لهدم هذه الدولة اليمنية وإضعافها وتجريف نفوذها في المناطق التي اندحر منها الحوثيون، ولا هي أيضا يعني تركت الأمور تمضي وفق ما تريد الإمارات. لذا أنا في تقديري أن موقف المملكة العربية السعودية ملتبس، لكنه أيضا يتفق أو يتساوى في خطورته مع خطورة الدور الإماراتي لجهة هذا التوجه لتفكيك الدولة اليمنية واستهداف مكونات السلطة الشرعية. لست أفهم لماذا لا يزال الخطاب الإعلامي والسياسي السعودي يتبنى موقف الإمارات على سبيل المثال من مكونات أساسية داخل السلطة الشرعية. إذا كانت المملكة العربية السعودية جادة فعلا في تحقيق الأهداف العسكرية في اليمن والمتمثلة في هزيمة الحوثيين وهزيمة المشروع السياسي للحوثيين ووضع وضع حد للنفوذ الإيراني في اليمن، فعليها أن أن تظهر حسن نوايا تجاه مكونة الشرعية، لا أن تتحول إلى هراوة تنال من هذه المكونات التي تقاتل يعني فعلا من أجل استعادة الدولة اليمنية ومن أجل وجود علاقة تكامل أخوية بين اليمن والمملكة العربية السعودية. للأسف الشديد اليوم المملكة العربية السعودية تجرح في كبريائها العسكري والوطني من خلال هذه الضربات القاسية التي تتلقاها من الحوثيين الذين يطلقون صواريخ وطائرات مسيرة من الأراضي اليمنية. في هذا الوقت بالذات وفيما تسعى المملكة العربية السعودية لإظهار مظلمتها وإظهار أثر التدخل الإيراني في اليمن من خلال هذه الصواريخ التي تستهدف منشآت مدنية وتستهدف مدنيين، تقوم الإمارات أيضا بفعل تخريبي موازي ومكافئ له في التأثير والمتمثل في تحريض المجاميع الغوغائية المسلحة والمرتزقة لتقويض السلطة الشرعية التي أصلا هي المبرر الوحيد لوجود السعودية عسكريا في الأراضي اليمنية. نحن أمام مواقف متناقضة لا يمكن استيعابها ولا يمكن فهمها، لكن أنا في تقديري أن السلطة في المملكة العربية السعودية في وضع ملتبس. السلطة في المملكة العربية السعودية لا تمسك قرارها كما ينبغي. في الواقع هناك تأثير هذا الأمر لم يعد يعني في سياق الدعايات أو السوداء، هناك تحكم كامل أو شبه كامل من قبل محمد بن زايد بالعقل السياسي السعودي الذي يمثله ولي العهد السعودي في هذه المرحلة. والسعودية فعلا تعيش أزماتها على مستويات متعددة. اليوم في أزمة على مستوى العائلة المالكة، هناك أزمة على مستوى السلطة واستحقاق السلطة في المملكة العربية السعودية، هناك أيضا أزمة على مستوى الهوية التي ستستقر عليها السعودية خلال المرحلة المقبلة. هل هي دولة علمانية كما تقول؟ هل هي دولة دينية؟ هل هي الدولة الراعية للحرمين الشريفين؟ أم هي دولة المتنزهات والملاهي الليلية؟ لا ندري ما هي هذه الدولة. لهذا أنا أعتقد أن جزء من هذه الضبابية التي تكتنف
كيف موقف المملكة العربية السعودية مما يدور في اليمن مرتبط أيضا بحالة الارتباك الشديدة التي تعاني منها المملكة العربية السعودية حتى من قبل حليفها الأكبر الولايات المتحدة الذي وجه يعني إهانات شبه متكررة للقيادة السعودية كلما احتاج لتقوية نفوذه في الولايات المتحدة الأمريكية وتعزيز فرصه في الانتخابات المقبلة. طيب فيما يتعلق بأن هناك محاولات ربما للمجلس الانتقال للجنوب الآن كما يعني يعلن عبر موقعه الإلكتروني لتكوين ما يريد أن يعرف بالنخبة المهرجة، هل يمكن أن يحصل صدام ذات يوم ما بين السعودية والإمارات في المهرة أو يعني هل يمكن أن تكون المهرة بوابة لنوع من الصدام أو التباين؟ طبعا كما قلت لك يعني استهداف اليمن، استهداف الدولة اليمنية هدف مشترك بين المملكة العربية السعودية والإمارات، لكن السعودية أيضا يعني لن تتقبل فكرة أن الإمارات هي المتحكم يعني الأبرز في تطورات الأحداث داخل الساحة اليمنية والساحة الجنوبية على وجه الخصوص. محاولة إيجاد النخبة المهرية ربما تكون نوع من التخادم، يعني يجب أن نخضع هذا الأمر للرقابة الشديدة، لأنه الإمارات حاولت قبل ذلك في الإمارات أن تنشئ حزاما أمنيا أو نخبة مهرية، لكن أبناء المهرة أفشلوا هذا المخطط بالكامل. لا يعني البعض دخل عندما كان الأمر يبدو في إطار شراكة تحالف وشرعية إلى آخره، لكن عندما تبين لهم مغزى ما تريده الإمارات في محافظتهم انسحبوا تماما وتركوا المعسكر وفشلت الإمارات في إنشاء حزام أمني. اليوم إذا يعني المجلس الانتقالي أراد إنشاء نخبة مهرية، السلطة المحلية الحالية ومن يدعمها من بعض المكونات الاجتماعية في المهرة وهم قلة بطبيعة الحال، هذا مرتبطون بالمشروع السعودي، فإذا حدث أمر كهذا فهذا يعني أن السعودية أرادت أن تحقق الهدف الذي عجزت في تحقيقه وهو الحصول على ميليشيات يمكن أن تشكل مخالب قذرة لها، بدلاً من أن تدخل في مواجهة مسلحة مع أبناء المهرة تحول المسار إلى مواجهة وطنية بين قوى ترفض الاحتلال وقوى تريد أن تفرض الاحتلال، هي ستطلق كلابها كما يحدث في بقية المحافظات الجنوبية ضد بقية مكونات أبناء المهرة. إن حدث ذلك فنحن أمام حالة تخادم تكشف عن الأجندة السعودية الحقيقية، وهي أنها في حالة تخادم واتفاق مع الإمارات حول المغزى النهائي لتدخلهم العسكري في اليمن. لكن أيضا سيواجه المجلس الانتقالي وعيدروس الزبيدي الإشكالية نفسها التي واجهتها الإمارات، وهو أنه لا يمكن أن يحصل على داعمين أو مساندين له من أبناء محافظة المهرة ولن تتشكل نخبة مهرية من أبناء محافظة المهرة، وهذا أمر ثابت ويقيني. لهذا سيأتي بجماعته من الضالع ومن يافع لإنشاء هذه النخبة. في حال تحقق ذلك فاعلم أن المخطط السعودي الإماراتي هو تفكيك الدولة اليمنية والاستحواذ على أراضيها، وهذا يستدعي وقوفا وطنيا اليوم نرى ملامحه بشكل واضح جدا تتجلى في تصريحات رموز الدولة اليمنية وسياسيها الكبار، وهؤلاء الناس اليوم أطلقوا صرخات تحذيرية جدا وربما من منطلق الحرص حتى على تدخل التحالف العسكري. لكن هم ليسوا مسؤولين في الشرعية الآن، هم كانوا في الشرعية أو قريبين. هناك مسؤولون يعني باستثناء جباري ربما. هناك مسؤولون موجودون في السلطة الشرعية، جباري، صالح سميع، سفير العمراني وهو سفير اليمن في الأردن، النائب علي عشال وهو عضو الفريق المفاوض، كلهم هؤلاء جزء من النخبة السياسية في السلطة الشرعية أو في معسكر الشرعية. كذلك لا يمكن النظر لأحمد عبيد بن دغر ورئيس الوزراء السابق على أنه شخص لم يعد له وجودا في السلطة الشرعية، هو شخص يتمتع بثقل كبير جدا ووازن في السلطة الشرعية. وعلى كل حال هؤلاء عندما تحدثوا عن الاستفزازات الإماراتية وضرورة توقف الإمارات عن المضي قدما في مخطط تفكيك اليمن وأن هذا المشروع مرفوض جملة وتفصيلا، في نهاية المطاف على السعودية إن أرادت تدارك الموقف عليها أن تحترم هذه الأصوات التي انطلقت من الرياض ومن خارج الرياض حرصا على يعني المصالح المشتركة أو ما يمكن وصفه بالمصالح المشتركة بين السلطة الشرعية والمملكة العربية
السعودية، فهؤلاء وطنيون حريصون على بلدهم ومن حقهم أن ترتفع أصواتهم. وأنا أعتقد أن هذا مؤشر خطير جدا على بداية تحول جذري في موقف اليمن باتجاه تحديد من هو العدو الذي يهدد كيانهم ومستقبلهم وحاضرهم، وربما إصلاح العلاقة مع التحالف. سنعود إلى هذه النقاط أستاذ ياسين، لكن دعنا نشرك معنا قبل ذلك في الحوار السيد مدرم أبو سراج، نائب رئيس الدائرة السياسية للحراك الثوري الجنوبي، الذي ينضم لنا عبر الهاتف من عدن. رحب بك سيد أبو سراج. إذن برأيك، أو كيف تنظر إلى استهداف شبوة، أيضا الآن أبين، الكثير من المناطق في الجنوب من قبل بعض القوى التي تحسب بشكل أو بآخر على القضية الجنوبية؟ سيد، نعم سيد أبو سراج، سيد أبو سراج هل تسمعني؟ تفضل. إذا يبدو أن هناك خلل في التواصل مع السيد مدرم أبو سراج، نائب رئيس الدائرة السياسية للحراك الثوري من المصدر. إلى حين إصلاح هذا الخلل أعود إليك أستاذ ياسين. كنا نتحدث عن، يعني أنت أشرت إلى نقطة، أن هناك استهداف للدولة اليمنية من قبل كلا الدولتين السعودية والإمارات، لكن هناك من يرى من وجهة نظر أخرى أنها كلا هاتين الدولتين لديهما مصالح في اليمن، ولا مانع، يعني مسألة وجود مصالح هي أمر مشروع في نهاية المطاف، لكن الخلل في الشرعية هي التي ليست قادرة على إدارة هذا التنافس على أراضيها بوجود نوع من المصلحة، وهي غير قادرة لتحقيق هذه المصالح لصالح الشعب اليمني. ما هي مصالح المملكة العربية السعودية والإمارات التي يمكن أن تكون على حساب كرامة الشعب اليمني وعلى حساب استقلال الشعب اليمني وعلى حساب كرامة هذه الدولة؟ المصالح الإماراتية السعودية هي مصالح في نهاية المطاف تقوم على تبادل المنافع بين دول ذات كيانات متوازية ومتماثلة من حيث الاستقلالية والكفاءة. اليوم الدولة اليمنية تعاني من اختلالات خطيرة جدا نتيجة الانقلاب ونتيجة التحولات ونتيجة المؤامرات الخارجية التي تعتبر السعودية والإمارات جزءا أصيلا فيها، وهي التي مولت هذه المؤامرة على الشعب اليمني. لذا أنا أعتقد أن الحديث عن مصالح سعودية إماراتية يعتبر اليوم خارج السياق. ما الذي ينبغي أن نتحدث عنه هو أن هناك تهديدات اليوم سعودية إماراتية للمصالح اليمنية ولسيادة الدولة اليمنية. عندما نحسم هذا الأمر يمكن الحديث فيما بعد عن مصالح مشتركة بين الأشقاء، ونعتقد أن المصالح المشتركة هذه هي مسألة ضرورية، ولكن قبل ذلك يجب أن نحسم هذه الاختلالات ويجب أن نوقف هذا التدهور في العلاقات الحالية بين اليمن وكل من الإمارات والسعودية. الإمارات هي صحيح دولة إقليمية ولديها مال وكذلك السعودية، لكن ليس من حقهم أن يعبروا عن مصالحهم بهذا الشكل الوقح والتجاوز للخطوط الحمر في العلاقات الدولية. يعود إلينا سيد مدرم أبو سراج، نائب رئيس الدائرة السياسية للحراك الثوري الجنوبي. أرحب بك مجددا وأرجو أن يكون الصوت واضح لديك سيد أبو سراج. واضح مشيئة الله، حياكم الله. إذن نعم سيد أبو سراج، كنا نتحدث، يعني برأيك ما هي أبعاد استهداف شبوة والآن أبين والكثير من المناطق في الجنوب من قبل بعض القوى المحسوبة في نهاية المطاف على القضية الجنوبية؟ نقول الفتنة نائمة، لعن الله من يوقظها. وما يجري في شبوة وأبين هم بالأحر يستهدفون لإشعال الاقتتال بين أبناء الوطن الواحد، بل بين أبناء المحافظة الواحدة، لضرب النسيج الاجتماعي والقبلي. في كثير من المحافظات تتعايش الألوية الرئاسية والحزام الأمني والنخب المتعددة ولا يقتتلون فيما بينهم، سواء في منطقة في محافظة شبوة وأبين. هناك ألوية في لحج ورتفان والضالع وغيرها من المناطق، لماذا لا يقتتلون؟ لماذا يتعايشون وفي شبوة يقتتلون؟ نتمنى من أبناء شبوة أن يدركوا ذلك، أنهم بعملهم هذا واقتتالهم يكونون الحلقة الأضعف لتمرير المؤامرة عليهم. الجنود الذي في النخب وفي الألوية الرئاسية هي أبناء المحافظة الواحدة، في محافظات لا تقتتل فيما بينها، يكون الأخ في هذا المعسكر والأخ ابن العم في هذا المعسكر.
هناك أجندة خاصة ينفذوها على بعض المحافظات على حساب محافظات أخرى للأسف الشديد. والإمارات تغذي هذه المشاعر وهذه الفتن ليبقى على نفوذها لوقت أطول فترة ممكنة. برأيك ما الذي تهدف منه؟ يعني ما الذي تريده الإمارات من إذكاء هذه النعرات أو كما يقول كثيرون إشعال الحرائق في المناطق البعيدة عن الصراع مع ميليشيات الحوثي الرافعة التي دخل عبرها التحالف، التي الإمارات هي إحدى دول التحالف في نهاية المطاف؟ أقول لك هي تسعى لإشعال الفتن ليبقى على نفوذها لأطول وقت ممكن، لأطول وقت ممكن لنهب ثروات ومقدرات الوطن وتعطيل المواني التي تعتبر الذي يعتبروها إن مواني عدن ومواني حضر ومن حضر موت والحديدة مهددة لأمن واقتصاد ميناء جبل علي ودبي. بنفس الوقت هي تريد من خلال هذه القوى التي تصنعها تريد استبدال قوى من صنيعتها لتحل محل الحراك الجنوبي الذي قدم قوافل من الشهداء والتضحيات لتمرير أجندتها لعودة أسرة عفاش لحكم البلاد لوجود ترابط ومصالح بين حكام أبو ظبي وأسرة عفاش، مصالح قديمة جدا واثبتت التجربة عندما تم تأجير ميناء عدن عام 98 وكانت في عروض مقدمة أفضل مما قدمته شركة دبي العالمية، ما قدمته شركة كويتية لاستئجار الميناء وإدارته. وبنفس الوقت هناك استثمارات عفاش كبيرة في أبو ظبي، وإلى جانب تسويق الذهب المستخرج من المناطق الجنوبية وتسويقه في دبي، وقد أشار له بتقرير المجلس العالمي للذهب عام 2013 إذا كان تتذكرون أو تعودون للماضي، تقدر كمية المستخرجة في وهي منهوبة أثناء عفاش وتسوق في دبي بما يقدر إلى 100 طن سنويا. هذه كلها مصالح، يعني عندما فقد عفاش سلطته في اليمن كامل الآن تحاول إعادته وتسويقه لإعادة مصالحها، وهي مصالح استراتيجية، مصالح مالية قوية أكثر من المصالح السياسية لديها. أنت أشرت إلى نقطتين الآن، يعني نشر وإذكاء النعرات الطائفية من قبل نشر الحرائق من قبل الإمارات، وكذا يعني الذهاب إلى نوع من الفتنة بداخل المناطق الجنوبية. كيف يمكن الخروج إذن من هذا المنعطف الخطير الذي يعيشه الشارع الجنوبي اليوم؟ هو بالدرجة الأولى الحفاظ على ثوابت الحراك الجنوبي، الحراك الثوري الجنوبي الذي انطلق عام 2007 والإبقاء على أهدافه وثوابته، ولا يدعون مجال لشراء الدمم، لشراء الدمم والأموال وشراء ضعفاء النفوس لتحل محله، لأن هذه الفترة الإمارات هي تريد أن تستبدل الحراك الجنوبي الممثل الشرعي للقضية الجنوبية بمكونات بأسماء أخرى، بأسماء ما أنزل الله لها من سلطان، بأسماء لم تتواجد بالسابق في الجنوب أو الشارع الجنوبي، ولا حتى إنه من في اسمها يذكر شيء لثوابت الحراك. وهذه أيضا حتى إنه برامجها الذي المفترض أنها تكون مقرة وبرنامجها وعملها السياسي عشوائي، لم تعقد أي مؤتمرات لتقر هذه البرامج، وكل ما تم تديره هي حسب المصالح الشخصية وحسب الإملاءات عبر التلفون، أطلعوا أنزلوا أذهبوا روحوا. يعني على سبيل المثال الآن ما يجري في شبوة اسمه لطرد الألوية الرئاسية، هنا عندنا في عدن في بئر أحمد معسكرات لطارق عفاش، ألا يكون الأقدر أن تتحرك هذه القوة في العاصمة عدن لطرد عفاش وزبانيته وجنوده وجيشه الذي عتى وفسد وقتل الجنوبيين في أحلك العمر من 2007 إلى أثناء حرقه؟ هذه الأسئلة إذن يجب يعني نعم تفضل. أقول لك لا ندري في آخرين كيف يفكرون، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، نحن نذهب إلى آخر الدنيا.
الوياريات، يعني ندرك الوياراتية وندرك إنها وحدوية، ولكنها جنوبية كما ندرك إن هذه الألوية المتواجدة النقب والحزام الأمني برضو جنوبي، وكل جنوبي في هذه الأرض له الحق، له الحق في التمثيل وله الحق في إبداء آرائهم وأهدافهم وانتماءاتهم السياسية. وبالنهاية الفيصل للقضية، الفيصل هو للشعب. نحن نرفض عودة الإملاءات السابقة والعهد الشمولي السابق الذي كان يمرر ما قبل 90، الحزب الواحد والرأي الواحد ولا صوت يعلو فوق صوت الحزب. طيب بهذا السياق أرجو أن تتفضل بالبقاء معي سيد أبو سراج. أعود إليك أستاذ ياسين في سياق ما يطرحه السيد مدرم أبو سراج، يعني ما هو المطلوب الآن من القوى الفاعلة على مستوى المحافظات الجنوبية القيام فيه في مواجهة كل ما تحدثنا عنه آنفا فيما يتعلق بالمصالح الإماراتية حتى السعودية أيضا، وفيما يتعلق بهذه التوترات الاجتماعية أيضا؟ طبعا هي جزء من المعركة، جزء منها هي معركة وعي، والناس اليوم أصبحوا على دراية من الذي يستهدف حاضرهم ومستقبلهم، ومن الذي فعلا يريد أن يقود اليمن إلى مرحلة سوداء لم تعد تتحمل نتائجها، أو لم تعد لا الدولة ولا الشعب اليمني يتحمل نتائجها. النخب السياسية اليوم مطلوب منها أن تصارح مجتمعاتها وشعبها بحقيقة ما يجري، ومخططة التفكيك وتدمير الدولة وتفكيك المجتمع وإدخاله في صراعات كما قال الأخ مدرم، يعني تفتيت بنيان المجتمع والقضاء على تماسكه، مدخل طبيعي للاستحواذ على مقدرات هذه الدولة التي تشهد مرحلة ضعف الآن. لكن هو أشار أيضا إلى نقطة، قال إنه بعض المعسكرات تتعايش في مناطق. كما هو معروف الإمارات منزعجة جدا من بقاء تعز ومارب وشبوة وسقطرة خارج سيطرة الإمارات العربية المتحدة، لأنه في بقية المناطق الأخرى والمحافظات الجنوبية على وجه الخصوص الكفة لصالح النخب والأحزمة التي تسيطر على الإمارات، القوى النارية مع هذه الوحدات العسكرية، ولهذا في أي مواجهة عسكرية يمكن لهذه القوات أن تلحق الهزيمة السريعة ببقية الوحدات العسكرية. هذا من الناحية الظاهرية بطبيعة الحال، لأنه هذه الأحزمة والنخب لا تمتلك قضية، في نهاية المطاف هي تتصرف كمجاميع مرتزقة، بينما بقية الوحدات العسكرية مؤمنة بقضية الوطن. ولهذا أنا أعتقد أنه إذا كانت الإمارات من خلال ترجيح كفة التشكيلات العسكرية التي أنشأتها وإعطائها كل الأسلحة، فيما بقيت الوحدات العسكرية تعاني من ضعف في الإمداد والتسليح إلى آخره، فهذا لا يعني أن المعركة ستحسم لصالح المشروع الإماراتي التدميري. لهذا الإمارات ستبقى يعني تثير الفتن وتشعر الحرائق في هذه المحافظات على وجه التحديد بهدف تجريف أي نفوذ للسلطة الشرعية، وهدفها طبعا أقصد وذريعتها هو أن الأخوان المسلمين هم من يسعون إلى السيطرة في هذه المناطق، وهم من يسعون إلى إثارة القلاقل كما تشير إلى ذلك تقارير صحفية ممولة من الإمارات للتغطية أو لمحاولة إيهام الشعب اليمني بأن الذي يثير القلاقل الأخوان المسلمون وليس الإمارات والتشكيلات العسكرية التابعة لها، مع أن الأمر واضح وضوح الشمس، وأن هذه في وقت محدد في زمن محدد تحركت الأحزمة والنخب للسيطرة على مرافق حيوية، مطار ميناء حلاف في سقطرة، مطار عتق، المنشآت الحكومية التابعة للسلطة المحلية في عتق، المرافق ميناء النشيم النفطي في شبوة، الخط يعني أنبوب النفط، إلى كل هذه المرافق استهدفت بشكل متوازي، والهدف بطبيعة الحال هو إسقاط النفوذ المعنوي والمادي على الأرض بحيث لا يكون للسلطة الشرعية أي تأثير، ويصبح القرار بيد هذه سلطات الأمر الواقع التي أنشأتها الإمارات. لهذا على اليمنيين اليوم أن يدركوا أنهم أمام مخطط انقلابي أكثر خطورة من ذلك الذي نفذه الحوثيون في صنعاء، وبالتالي سنكون أمام انقلاب ينهي أي أثر للدولة الشرعية وللسلطة الشرعية في المحافظات التي تسمى محررة، وانقلاب آخر في صنعاء يترسخ ويتجذر وتزداد فعاليته في مواجهة حتى دول التحالف التي دخلت على الساحة اليمنية من أجل الانتصار للدولة اليمنية.
أمام هذه الرافعات التي تحمل في سياق مواجهة أو في سياق التمدد هذا أو إحداث هذه التوترات العسكرية، أنا أسألك سيد مدرم أبو سراج، يعني هل يقتنع الشارع الجنوبي بهذه الرافعات التي تحمل، مسألة محاربة الإرهاب، محاربة الإخوان في هذه المناطق، إلى أي مدى يتعاطى مع هذه الشعارات؟ أولا أقول لك يا عزيزي، ما تسمى الحكومة الشرعية لها دور كبير في ما يجري. هي تقاعست عن أداء دورها في الشارع في المحافظة الجنوبية. هي حكومة شرعية بالورق، يعني متواجدة هنا في الجنوب أو المناطق اللي يسموها المناطق المحررة. حكومة لا تملك أي قرارات نتيجة تقاعس الحكومة، نتيجة الفساد المستشري فيها، نتيجة البيع والشراء الذي فيها. تمادت الإمارات، لو كانت الحكومة تقوم بواجبها الصحيح بما يملي عليها ضميرها والأطر الدستورية، لما تمكنت الإمارات أن تدير قسم شرطة في عدن أو أي محافظات إلا بمشاورتها ومصادقة عليها. ولكن الدور الذي تلعبه الشرعية هو دور سلبي، ونتيجة دورها السلبي هو الذي مكن الإمارات أن تدير هذه كل الأمور. يعني عندما استنجدت الشرعية بالسعودية ودعت العالم بما أسمته إنه الميليشيات التي سيطرت أو الميليشيات الانقلابية في صنعاء كما أدعت نفسها، الآن هنا ميليشيات في الجنوب، هنا ميليشيات تدار نفس الإدارة، هنا ميليشيات خارج عن إدارتها وخارج عن سلطتها، بل إن هذه ميليشيات تفشل كل ما تقوم فيها. هذه الميليشيات تنهب الأرض والحرب والمرافق وكل ما يأمازي. يعني لماذا لا تستنجد؟ لماذا لا تدعو المجتمع الدولي، مجلس الأمن، المبعوث الدولي، الدول المانحة، لماذا لا تتحرك؟ لماذا هي صامتة؟ صمتها هو عن رضا، صمتها هو عن موافقة، ولكن التعبيرات. لكن هناك تصريحات سيد أبو سراج، هناك تصريحات كثيرة من مسؤولين حكوميين يطالبون بإعادة تصحيح العلاقة مع هذا التحالف. الرماد على العيون فقط، ولكن هذه حكومة لا تكفيها تصريحات. الحكومة هي أداة تنفيذية، هي السلطة الشرعية، هي السلطة الشرعية المخولة من مجلس الأمن الدولي. الإمارات ما كان لها أن تقطع شبر واحد لولا مصادقة الحكومة، لولا طلب هذه الحكومة. كيف استطاعت هكذا؟ هذه الحكومة هي شريكة للإمارات، وهي متقاعسة، ولكن ما تصرح به أحيانا ذا الوزير وذا الوزير وبعض التعليقات هي لدرء الرماد على العيون فقط، ليس إلا لإبقاء على دورها فقط. أشكرك سيد نائب سيد مدرم أبو سراج، نائب رئيس الدائرة السياسية للحراك الثوري، كنت معنا عبر الهاتف من عدن، على تواجدك معنا في هذه الحلقة. بعودة إليك سيد ياسين، وأعود إليك من خلال النقطة التي تركنا فيها السيد أبو سراج، ردة فعل رئيس الوزراء معين عبد الملك حول الأحداث الأخيرة كانت خجولة إلى حد كبير، هناك الكثير ممن استهجنها، خاصة أنها أتت بعد زيارة لدولة الإمارات والتقائه بالوزيرة هناك ريم الهاشمي. كيف ترى تعاطي الحكومة مع ما يحدث على الأرض والشرعية أيضا؟ طبعا رئيس الوزراء اتخذ مسارا مختلفا ومعلنا في أنه سينأى بنفسه وبحكومته عن الصراعات القائمة، وهي طبعا وهو نهج كارثي في حقيقة الأمر، لأن رئيس الوزراء لا يمكن أن ينأى بنفسه وبحكومته عن قضايا مصيرية، بمعنى أنه الإمارات ليست أمر واقع في على الساحة اليمنية بحيث يعني تنفذ ما تريد، حتى لو كان هذا الذي تنفذه يستهدف الدولة نفسها وربما يقضي على هذه الحكومة. يعني لا يمكن للحكومة أن تظل يعني غطاء سلبي لممارسات تستهدف كيان الدولة اليمنية وحاضر مستقبل اليمن ووحدته واستقراره على المدى البعيد. والحكومة نفسها تدرك أنها محاصرة في محافظة عدن، وأن مخالب الإمارات تأخذ المنطقة إلى مواجهات خطيرة جدا، أساسها نزعة انفصالية تقوم على تفكيك هذه الدولة وتشطيرها وإعادتها إلى ما قبل 22 مايو 1990، وأسوأ بكثير بطبيعة الحال.
لا يمكن لهذه الحكومة أن تنأى بنفسها أو أن تبقى تؤدي دورا حياديا بين أطراف متصارعة، خصوصا إذا كان الإمارات هي طرف خارجي وتغذي أطراف غير شرعية على الساحة اليمنية، لها القول الفصل في تقرير مصير بلد. وهذا القول الفصل يتحدث بشكل صريح وواضح عن فرض خيار الانفصال. هذا طبعا نهج كارثي وغير مقبول من رئيس الوزراء، ولهذا حتى رئيس الوزراء عندما عندما اتصل ب كما جاء في وكالة الأنباء اليمنية سبا الشرعية، عندما اتصل بمحافظ سقطرة رمزي محروس، هذا جاء هذه الخطوة جاءت بعد اتصال سابق لرئيس الوزراء السابق الدكتور أحمد عبيد بن دغر بمحافظ سقطرة. هذا الاتصال المعلن من جانب بن دغر أحرج الحكومة ودفع برئيس الوزراء لأن يعلم بأنه أجرى اتصالا مع محافظ سقطرة. لكن في نهاية المطاف اتصال محافظ رئيس الوزراء ساهم إلى حد كبير في تهدئة الأوضاع في سقطرة، لكن ليس مطلوب من رئيس الوزراء أن يدخل كمصلح في محافظة سقطرة، عليه أن يدرك طبيعة التهديدات في هذه المحافظة وينهيها ويقف إلى جانب السلطة يعني الشرعية. يعني أنت تطالب بموقف مماثل لما فعله بن دغر مثلا في سقطرة؟ نعم، يعني مثلا عندما هناك ميامع غوغائية مسلحة تتصرف خارج منطقة الشرعية والسلطة الشرعية وخارج حتى الأهداف المعلنة للتحالف وتقوم بالاعتداء على مرافق حيوية، ليس المطلوب من المحافظ أن يقيم مصالحة مع هذه المجاميع. هؤلاء ما يستحقون أن ما الذي يستحقونه بالتحديد هو تطبيق النظام والقانون بحقهم. هؤلاء مجاميع تخريبية ينبغي أن ينتهي بهم المطاف إلى السجن إذا كان هناك دولة حقيقية. فاتصال لكن رئيس على ماذا يمكن أن يستند رئيس الوزراء في وهو يرى أن رئيس الجمهورية لا يتحدث بهذا الخصوص؟ نعم، أنا في نهاية المطاف لماذا اتخذ رئيس الوزراء هذا النهج؟ في نهاية المطاف في عوامل عديدة ساهمت في هذا الأمر، ويدرك أن الممكنات الميدانية ليست بيده، مساحة المناورة ضيقة جدا بالنسبة له، السند الأعلى والذي يمثله الرئيس عبد الربو منصور هادي سند ضعيف جدا وغامض ويسجل غياب في أوقات حرجة. حتى وإن كان الرئيس عبد الربو منصور هادي يظهر امتعاضا أو غضبا إزاء التصرفات التي تستهدف السلطة الشرعية في المحافظة الجنوبية، فهذا لا يكفي. على الرئيس عبد الربو منصور هادي أن يرسل رسائل واضحة ويصدر توجيهات واضحة ويدعو الشعب اليمني إلى اليقظة ويسمي الأطراف التي تهدد كيان الدولة اليمنية، وبالتالي يكون عامل قوي جدا ومحفز لبقية المسؤولين من مستويات مختلفة للتصرف وفق هذا النهج. لكن هذا الصمت من جانب الرئيس عبد الربو منصور هادي حتى لو كان هناك تعليمات سرية، هذا لا يكفي. على الرئيس عبد الربو منصور هادي أن يصدر تعليمات واضحة وصريحة، وإن كان له موقف واضح وصريح، لأن من الناحية المعنوية على الشعب اليمني أدرك أنه لا زال لديه سلطة شرعية حريصة على دولته وعلى استقلاله وعلى سيادته وعلى كرامته. هذا الصمت محبط جدا ويتيح الفرصة مرة تلو مرة تلو مرة للقوى الشريرة لكي تنفذ أهدافها على الساحة اليمنية. أشكرك جزيل الشكر أستاذ ياسين التميمي المحلل السياسي، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن الاستماع والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، في أمان الله.